الجنسية والجنسية. صباحك سعيد. صباح الخير سناء، صباح الخير المستمعات ومستمعين أصوات. إيش أخبارك؟ توحشناك من ديك العام ما شفناك. شفتي طولنا الغيبة. هذه مناسبة باش نعود نقولوا للناس كاملين سنة سعيدة، الله يدخلها عليكم بالصحة وبالسلامة وبالرزق وبالهنا وبراحة البال إن شاء الله. آمين آمين يا رب. لنا وليك فدوى. اليوم غادي نتكلموا معكم مستمعاتنا، واختاريت لكم واحد الموضوع اللي فعلا هو فصول بالحياة اليومية، وكاع يشوف واش كتلقاي لا حتى الوقت باش تخممي فيه او لا. اليوم كنلاحظوا على انه كاين واحد الاحساس بالتعب، وعلى انه الاغلبيه النساء ما بين التزامات ومسؤوليات البيت والاسره والوليدات والراجل والتقضيه والطياب وكل داكشي اللي عندنا في البيوت ديالنا، وما بين التزامات ديال اللي مقابله وليداتها ديهم جي موراهم دروس مراجعه، ما بين السيده ايضا اللي متبوعه بالعمل ديالها، واش كتلقاي اليوم الوقت لراسك؟ علاش حنا بحاجة، يعني أي إنسان في الحقيقة خاصه الوقت لراسه. اليوم غادي نشوفه كيفاش هاد الوقت راه مهم، راه كنز للحفاظ على التوازن النفسي وعلى الصحة النفسية. وبالتالي اليوم غادي نشوفه مع دكتورة فدوى السعداني كيفاش ممكن ننظموا الوقت ديالنا، كيفاش ممكن لكل مرأة تنظم وقتها وتخرج ديك الوقت لراسها. دكتوره فدوى السعداني، الملاحظ انه اليوم كل شيء ستريسي، كل شيء مضغوط، كل شيء متعوب. يعني الانسان كيقول لك كنعست كنعس، ولكن ملي كنفيق في الصباح تقول الجبال على كتافي. وكنلاحظوا ايضا على انه اليوم النساء اقليه اللي مازال كيلقاو ربما الوقت لريوسهم ما بين كاع الالتزامات وما بين كاع المسؤوليات اللي كتلقى المرأة هزاها بخاطرها ولا يعني بالسيف عليها، يعني مرغمة أو مجبرة أو لأنه خصها تعود شي حد ما كانش، إذا كان الراجل ما متقاسمش مع ذاك المسؤوليات، وبالتالي كتولي المرأة كتقول لك أنا عايشة للآخرين ماشي لراسي، ما عنديش تسويعة في السيمانة لراسي. دابا الوقت مفتون، حنا متفقين على ان كاين دابا ولات عندنا ضغوطات كثيره في الحياه، اكثر ربما من اوقات اخرى اللي كان يعني الضغوطات اللي ما نقدروش نتحكموا فيها اللي ولات كثيره، الزامات اللي ولات كثيره بزاف، والحاجه اللي تزادت ربما اكثر واللي كتزيد تهلك المراه هي انها ما كتحسبش راسها من بين الحوايج اللي مرزومه عليها، يعني مرزومين عليا الوليدات، مرزوم عليا الراجلي، مرزوم عليا داري، مرزوم عليا خدمتي، مرزوم عليا العائله، خصني نزور الناس اللي خصني نزورهم، خصني نعزي، خصني نمشي عند الوالده، خص 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 خص، هادشي كله غادي نعتبره كاين وما غاديش نقدر نحيده. المشكل هو انما كتعتبرش باللي تاخذ واحد الوقت لنفسها وتهلا في راسها راه حتى هو الزاميه، وهذاك هو الاشكال. دونك ما دمنا ما غنحطوش من بين الاولويات غتخليها هي الاخرى وغادي تقضي هادشي كامل مع الاخرين، ملي غتوصل لراسها غتلقى راسها ما بقى عندها لا الجهد لا حتى الرغبه لا باش انها دير لراسها شي حاجه زوينه. شحال من مره بقوت لي ما كتبقاش دير لراسها شي حاجه زوينه، ما كتبقاش تعرف حتى شنو اللي كيعجبها، كتقول لك ما بقيتش عارف شنو اللي كيفرحني، حتى ملي كتجرب دير راسها شي حاجه ما كتبقاش تعرف لها كيفاش، يعني راها كدير فيها ولكن بلا خاطر، لانها نسات كيفاش ترضي نفسها، كتعلم كيفاش ترضي الاخرين، حياتها كامله وهي كترضي في الاخرين ولكن كتنسى كيفاش ترضي نفسها. وعاد هذا الشيء الا كان دام سنين، نهار كتبغي تاخذ شويه ديال الوقت لراسها كل شيء كيتسائل في الدار اشنو طاري. كاينه هذه، علاش كاينه هذه الامكانيه انها مالها شنو اللي وقع ليها، لانها ولفات مثلا الام في الغالب كتولف لوليداتها كتقضي لهم بزاف د الحوايج، كتولف العائله كامله انها كتقضي لها بزاف د الحوايج، النهار اللي يمكن كتبغي تنقص شي شويه من المسؤوليات كتكون ما ولفاتش للاخرين انهم يكونوا مستقلين، دونك ما كيفهموش. هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى الواحد ملي كيكون في التضحيه المستمره شنو كيجرى له؟ كيجراو ديال الحوايج، من جهه كيكون واحد الانهيار لان كيكون واحد الارهاق، كترهق جسديا ونفسيا، والمشكل الثاني هو انها كتولي كتنتظر من الاخرين المقابل، يعني وانا شوف شحال درت لكم انتم حتى شي واحد ما كيديها فيا، شوف انا شحال عطيت لكم وانتم ما كتجيوش تشوفوني، شوف أنا، يعني كتولي تسنى واحد المقابل يقدر تقدر تعبر عليه، وتقدر ما تعبرش عليه بالكلمات ولكن كتعبر عليه بالحزن بالاسى بالنقير بالقلق بالتوتر، والوليدات ما كيفهموش
واش كيقول لك حنايا ماما ما قلناش لك ديري على ودنا هذا الشيء، كتولي كتحس بحال هما كينكروا الجميل وبحال هي راها ضيعت واحد الوقت طويل من حياتها، في الاخر كتقول وانا شوف شحال درت لهم، هما دابا كل واحد داها في حياته، كل واحد كذا كذا. داكشي علاش من المهم كيف ما الاخرين مهمين ومعلوم مهمين، كاع الناس اللي كنبغيو مهمين، كيف ما حتى نفوسنا حيت كنبغيو نفسنا خصنا نكونوا مهمين، وخصنا نكونوا كنبغيو نفسنا في هذه الحاله. داكشي علاش غنبداو بها. واش اذا كتبغيو نفوسكم بالشكل الكافي؟ واش كتخصصوا هذا الوقت لنفوسكم؟ ماذا بيا مستمعاتنا تفتحوا لنا قلوبكم وتقولوا لنا شنو الحال بالنسبه لكم. واش اليوم لالا كتخرجي هذه الوقيتات لراسك بعيدا عن الاسره، بعيدا عن الوليدات، عن التزامات العمل، يعني عن كل ما انت اليوم مرغمه او فيه واحد الواجب، واش كاين مازال عندك اوقات كتستمتعي فيها مع راسك، مع صحاباتك، مع كل وحده اكيد وربما عندها هوايه، واش كتلقاي الوقت ديري مثلا هاد الهوايه اللي انت كتميلي ليها؟ واش اليوم كتحسي براسك وصلتي لهاد المرحله اللي كتكلم عليها دكتوره فدوى السعداني ديال الانهيار وديال انه ما بقاش عندك الجهد باش تكملي؟ فمرحبا بكم باسئلتكم بشهاداتكم ايضا. فاش نلقاو الوقت لنفوسنا؟ سؤال اللي كيطرحوه الكثير من النساء اليوم، شابات اللي ربما متقدمات في السن، كاين اللي حتى كيدوز عليها واحد الوقت وعاد كتبدا تندم وكتبغي تبدل. واش سهل تبدلي العادات ونظام الحياه ديالك وتولي قادره تخصي وقت لنفسك؟ كيفاش اذا من الاول نفهموا اهميه انه الانسان يخصص واحد الوقت لنفسه؟ واش الصحه النفسيه اليوم في ظرف نمط العيش اللي ولينا عايشين فيه، واش ضروري يخلي الانسان الوقت لراسه؟ كيفاش نفهموا انه اولويه؟ لانه كتكلمي على الاولويات دكتوره فدوى السعداني. انا كنقول باللي راها اولويه، لان الواحد الا ما تهلاش في راسه ما غاديش يقدر يبقى عنده الصحه النفسيه ولا الجسديه باش يقدر يتهلا في الاخرين. كنعطي واحد المثال بسيط. تخيلوا واحد الام عندها 4 الوليدات، كتخرج في الصباح كتخدم كتكسب ثمن خبزه، في الليل كتجيب ديك الخبزه وكتقسمها على 4 وكتعطي لكل وليد 4 4 4 وهي ما كتاكلش. شحال من نهار غتقدر تعاود تخرج تجيب لهم الخبزه؟ يومين، 3 ايام، اسبوع، واحد الوقت صافي غادي تهد وغادي تموت، ما يبقى شيء اللي يجيب لهم الخبزه. الا فكرت باللي راه حتى هي في الاولويات، غتقبض ديك الخبيزه غتقسمها على 5 ولا غتقسمها على 4، غتغطر فيها الربع الكبير، لان هي اللي غادي تقدر تعاود تخرج وغادي تعطي لهم باش يعيشوا وغتقدر تعيشهم وتعيش نفسها. انا كنقول هذا المثال هو بيان سور ما بقاش يمكن حاضر في وقتنا، ولكن راه هو اللي كيجرى يوميا. هو ان كتنوض المراه في الصباح، كتبدا وجد الوليدات، صايب الفطور، حط، دير، لبس حوايجك، سير الخدمه، خدمي، عيطي، واش كلشي مزيان، واش وصلوا الدراري للدار، واش تغدا واش ما تغداوش، واش كاينين واش ما كاينينش، الا ما مشاتش الخدمه راها في الدار، وجد لهم، عجن، دير، قضي، الى اخره، هادشي كله مزيان، كاين حتى مشكل. غير واش في واحد اللحظه في النهار كتقول داكوغ، وانا غذائي الروحي فينا هو؟ انا غذائي النفسي فينا هو؟ ماشي غير الغذاء ديال الجسد، ماشي غير ناكل ونشرب والناس، هو انا داكو. ها هما الوليدات كنحاول نوفر لهم الفضاء اللي يكونوا فيه مزيان، الزوج يكون فيه مزيان، العائله تكون فيه مزيان، وانا شو هو الفضاء ديالي؟ ماشي بالضروره شي حاجه اللي غاليه، ماشي بالضروره شي حاجه اللي كتطلب وقت كثير، ماشي بالضروره، راه يقدر يكون حتى في داكشي اللي كنديرو في حياتي اليوميه. مثلا غادي نطيب الغداء، نقدر نطيب الغداء وانا كنعتبره كرفي، اوف عاود تاني انكور ناري، ما فيا ما يطيب، عييت من هاد الكوزينه، ونقدر نطيبه ونبدع فيه وداك النهار يجيني شي حاجه زوينه وتكون من الهوايات ديالتي، وبالعكس نقدر نعيشه بواحد الطريقه كتفرحني، ومن هنا غنولي كنتهلا في راسي. كيف ما تقدر تكون شي حاجه ما عندهاش علاقه، يقدر يكون شي هوايه ديالتي خاصه بيا، تقدر تكون عمل يدوي فيه ابداع خاص بيا، يقدر يكون عمل فكري، يقدر يكون كنبغي نجلس ونقرا كتيب، يقدر يكون كنبغي نخرج نشرب قهوه انا وصحاباتي مرة، يقدر يكون عزيز عليا نمشي عند شي حد من العائله نجلس معاه، يقدر يكون اي حاجه اللي كنحس بنفسي حيه فيها لنفسي، وكندير شي حاجه لراسي بكل انانيه، وانا كنقولها هنا بكل انانيه. علاش الانانيه هذه؟ انانيه مؤقته وانانيه محدوده،
ماشي هي الانانيه ديال انا 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 والاخرين ما نديهاش فيهم، لا هي وانا كنديها في الاخرين، نتفكر باللي حتى انا مهمه وندير هكذا وهكذا وندير واحد التوازن، وهكذاك غادي تقدر ديما كل نهار عندي طاقه متجدده، بحيث هذيك الطاقه المتجدده هي اللي كتسمح لي باش نقدر نبقى نصرفها على الاخرين ديك الطاقه. السيدات اللي عندهم احساس انهم ما عارفين شنو اللي غي يلقاو في هذه المتعه ولا ما عارفاش السيده، يعني بالنسبه ليها تقول لها خذ الوقت لراسك، تقول لك انا ولاش هذا الوقت اش غندير به وشنو وما عرفت شنو غندير، انا كنقول لها جربي ما خسره والو، تجربي شوفي شنو هي الميولات ديالك. كلنا عندنا شي ميول، كاين اللي مثلا كتميل للقرايه، كاين اللي كتميل لشي حاجه يدويه، كاين اللي كتميل للجماع والنشاط وقولها وضحك عليها، وهذا كاين اللي كتميل تفرج في مسلسلات، كاين اللي شوفي غير الميول ديالك العام وفي هذاك الميول سيري قلبي على شي حاجه، كاين اللي كتميل الامور الدينيه الروحانيه، كاين اللي كتميل بالعكس العلاقات مع العائله، تجلس مع وليداتها تلعب معاهم تجمع معاهم، اي شوفي انت فين كتلقاي نفسك وداك الساعه اكتشفي. كاين اللي كتبغي الرياضه، كاين اللي كتبغي الحمام، كاين اللي كتبغي تمشي عند الكوافوره، كاين اللي كتبغي دير عمل جمعوي تمشي كتعاون فيه الوليدات، كاين اللي كتقول لك عرفتي انا شنو غندير، انا قاريه واحد القياس وبغيت نقبض واحد شي وليدات ديال الجيران نبدا ندير لهم واحد السويعه ديال القرايه نعاونهم. كل مره تقدر تلقى هي فاش ممكن انها تعطي لراسها شي حاجه اللي كتفرحها، ماشي بالضروره شي حاجه اللي كيف ما قلت لك تقدر تكون تافهه بالنسبه للاخرين، وتقدر تكون مهمه، تقدر تكون واحد العطاء كبير اجتماعي، تقدر تكون عطاء صغير، اللي مهم هو تحس براسها حيه وفرحانه بهذاك العمل اللي كدير. وحنا غادي نسمعوا المستمعاتنا كيف كنقول دائما في برنامجكم حديث ومغزل مع سناء الزعيم، البرنامج اللي كيتهلا فيك لالا، اللي كيخمم لك كيفكر فيك كيحس بك، ممكن كل شيء نتكلموا عليه مع بعضنا بكل صدق بكل امانه بكل احترام باش نعاونوا بعضياتنا. اول حاله غادي ناخذوها واول مستمعه غادي نسمعوا لها هي نجات من الدار البيضاء. نجات صباح النور، مرحبا بك معنا على راديو اصوات وفي برنامج حديث ومغزل. السلام عليكم اختي سناء. عليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، انت يا لاباس. انا كنوض الصباح وانا يامس على الراديو حاطه حدايا. مرحبا مرحبا، شكرا على الوفاء ديالك لاذاعه اصوات نجات. شكرا، انتما اللي منوسيني. الله يبارك فيك نجات. نجات انت يا متزوجه هذه 16 سنه والظاهر انه ما كتلقايش الوقت نهائيا لراسك. اختي سناء والو. يعني قولي لي اشنو كديري، كيفاش داير اليوم ديالك؟ بحال اليوم بحال غدا بحال البارح بحال كلشي. نعم، شنو الاحساس اللي عندك اليوم نجات؟ كي كتحسي براسك؟ واش نقول لك، يعني ما كاينش احساس، يعني داكشي اللي كديري اليوم كتعاودي الغد، كتعاودي دائما نفس السيناريو، نفس خاصك تنوضي، خاصك تصفي الوليدات للمدرسه، خاص الثاني يجيو يلقاو الغدا ديالهم، خاص مول الدار حتى هو يجي يلقى الغدا ديالو. يعني اش غنقول لك، صافي كنبقى هاجري جري جري جري، صافي حتى كيوصل لي، صافي الثاني يجيو الدراري التمارين ديالهم، صافي هادشي اللي كنبقى مقابله النهار كامل. نعم. واليوم هادي دابا 16 سنه ديال الزواج، واش مازال كتستمتعي شويه في هادشي اللي كديري؟ لا ما كاينش استمتاع. يعني كديري هادشي غير كواجب وصافي، ما كتحسيش براسك؟ يعني ماشي كواجب، يعني بحال انا خاصني نديرو صافي، يعني مجبره مني بغيت ولا كره. وفي وسط من هادشي ما كتسوليش راسك نجات واش ما كاينش شي حاجه ديريها بزز منك لراسك وسط هادشي؟ ما كنفكرش في راسي، هذا هو المشكل. الوغ الا خديتي وقت مع نفسك وفكرتي في راسك دابا في هذه اللحظه، الا خديتي هذا الوقيت وقلتي اجي نفكر في راسي في هاد النهارات اللي كندوز، شنو هي الحاجه اللي نقدر ندير وتفرحني؟ سولي راسك هذا السؤال، شو اللي تقدري ديريه يفرحك؟ شو اللي تقدري تبغيه يفرحك دابا؟ حاجه واحده اللي كتفرحني هي ملي كنشوف وليداتي بخير وما مخصوصين من حتى حاجه يعني وباقي عندي ما نعطيهم، هذه اللي كتخليني مازال زايده لقدام. طيب يا الحمد لله، يعني انك كتشوفي باللي ما كديريش هذا الشيء غير لمجرد الواجب ومحيت بزز منك، كديريه لان حتى النتيجه المنتظره كتفرحك.
هذه من جهه، لان من بين الحوايج المهمين عندنا في حياتنا هو تحمل المسؤوليه، راه هذه من الحاجيات الانسانيه. غير هي عندنا حاجيات اخرى. دابا الا نسيتي، نسي الوليدات، نسي الدار، نسي المسؤوليات، الا نسيتي هادشي كامل وفكرتي فيك انت، ناجت. شنو هي شي حاجه اللي تبغي ديريها انت لنفسك الا عطيناك وقت؟ نعطيك مثلا واحد ساعه في النهار ياك، وقلت لك هاد الساعه في النهار فاش تقدري توظفيها انت باش ديري شي حاجه كتفرحك انت؟ يلا دابا المشكله انا واخا كنحاول ندير شي حاجه لراسي يعني ما كنجيش نكمل التفكير في هذيك الحاجه اللي غندير لراسي. كتبان لي شي حاجه في الدار خاصني نوض نديرها. اذا شنو كديري هنايا؟ كتولي تسبقي واحد الحاجه اخرى على ديك الحاجه اللي ديالت نفسك. اذا ما معتبراش راسك من الاولويات. داكشي اللي كاين. ودابا انا غنعاود نسولك، شكون هي اللي كدير هادشي كامل في الدار؟ المراه. المراه، شكون هاد المراه؟ عندها واحد السميه هاد السيده اللي كتهضر معانا دابا. نجات. ياك نجات اللي كدير هادشي كامل في الدار. الوغ هاد نجات هادي باش تبقى فعاله، باش تبقى كتفرح الوليدات، باش الوليدات ما يكونوا مخصوصين من حتى شي حاجه، لاش هي محتاجه؟ لاش انت محتاجه نجات باش تبقاي مكمله هاد المشوار ديالك؟ انت محتاجه حتى انت الطاقه. ياك محتاجه الطاقه، محتاجه كما قلتوا على الاقل واحد يعني يعترف لك. انا ما منتظرهاش من وليداتي ولكن كتلقاي بان مثلا الراجل يعني كيحس بك انك هذاك الشيء خاصك ديريه، يعني ماشي كيخمم فيك ولا كتسمعي شي كلمه مثلا كتضربي تماره وكت توقفي وديري لهم شي هوات ما تخلي ما ديري، يعني كتبغي تسمعي واحد الكلمه زوينه، كلمه ديال الاعتراف. ياك يعني ها انت من جهه غتبقي تقلبي على الاعتراف، ياك وانت بنفسك واش كتعترفي لنفسك بهادشي اللي كديريه، وخاصه واش كتكافئي نفسك على هادشي اللي كديريه؟ شوفي الاخرين هاد الاسئله اللي كطرح لك دكتوره في دوار نجات مهمين، لانه غادي يساعدوك. علاش انا كنطرح عليك هاد الاسئله؟ لان انا عارفه الاغلبيه ديال العيالات كيبقاو يتشكاو يتشكاو يتشكاو، لان بصح بزاف بزاف المسؤوليه على العيالات، يعني ما كلنا عيالات وكلنا عارفين المسؤوليات اللي كنهزوا، ياك؟ ولكن واحد اللحظه خصنا نكونوا مسؤولين حتى على نفوسنا. هادشي علاش انا كنسولك انا جات، شتي ما حدك انت كتهضري على الوليدات على الراجل على الاعتراف على لا الله ما تقولي، مني سولتك على نفسك وقفتي وبديتي كتهربي من السؤال وكتمشي وكتجاوبيني على وراني الوليدات ورا كذا. داكشي هذا هو المشكل ديالنا، هو ان هاد المسؤوليات كتخلينا كنساو مسؤوليتنا مع نفسنا، وهي راها مهمه قد الاهميه ديال المسؤوليه ديالتنا مع الاخرين. يعني نجات غير جلسي مع راسك وبعدها هو الاول اعترفي لراسك انت على المجهود اللي كديري، وقولي تبارك الله عليك نجات، والله الحمد لله وليداتك بخير ودارك بخير وراجلك بخير. يعترفوا ولا ما يعترفوش، غير شتي ملي تحط الشهوه وياكلوها راه داك اعتراف، ملي ما يخليو لك منها والو راه اعتراف. دونك يعني هذا الجانب خليه. يعني دكتوره فدوى كتقولي لنجات وكتقولي لكل مستمعاتنا أنه أول شيء هي المرأة خصها هي تعترف لراسها بديك المجهود اللي كتقوم به، وأنه هي تشجع راسها وهي تشوف راسها كبيرة وهي تكبر بنفسها، ما بقاوش كنعينوا الاعتراف الآخر. شفتي الاعتراف ديال الآخرين هضرة فوق طعام. احنا غادي نوصلوا معكم دائما مباشره. كنا كنتكلموا معاك اخت نجات من الدار البيضاء، متزوجه هذه 16 سنه، وكانت دكتوره فدوى كطرح عليك اسئله مهمه، اسئله عميقه، ولكن راها كل وحده فيها فينا وفيكم مستمعاتنا ملي غتخمم فيها وغتحاول تلقى لها الجواب غتكون بدايه واحد الطريق مزيان. فكنا كنقولوا لنجات شنو هي الحاجه اللي كتبغي وما جاوبتناش، وانت اليوم كتقولي لنا مهم السيده تعرف راسها شنو هي ديك الحاجه اللي غادي تلقاها لنفسها. حيت الاغلبيه ديال العيالات كتقول لك انا ما عنديش الوقت لراسي، انا ما بقاش ليا الوقت لراسي، انا ما كنساليش لراسي. كنقولها ويلا ساليتي لراسك شنو غديري؟ كتقولي ما عرفتش. دونك هنا هذه هي الاهميه ديال جلسي مع راسك وشوفي بعدا شنو غديري. نصيحه اذا نجات انها دابا خصها تخمم مع راسها. تخمم مع راسها، شوف اي حاجه في اليوم ديالك تقدر تفرحك غير ديريها، ديري راسك بين الاولويات، ما تخليش راسك انت اخر وحده اللي كتديها فيها، وغادي تلقاي ضروري حوايج اللي كتفرحك. الله يسعدك نجات، مرحبا بك دائما معنا على راديو اصوات. معنا خديجه من مراكش. صباح النور خديجه. صباح النور اختي سعيده.
سنة كيدايره لاباس؟ اللهم لك الحمد، مرحبا بك وسلام كبير للناس ديال مراكش. بارك الله فيك، طول عمرك اختي. صباح الخير دكتورة في الدواء. صباح الخير لا خديجة، مرحبا، بارك ومبروك ان شاء الله. شكرا وسنة سعيدة بكل ما كتمنى وان شاء الله. بارك الله فيك لينا وجميع المسلمين ان شاء الله. انا عندي واحد التدخل وواحد التجربة، ويا ريت كل الاخوات وكل المغربيات لانهم عزاز على القلب من طبيعة الحال كلهم انهم يستفدوا من تجربتي، لان حتى انايا من بعد تقريبا هذه قبل واحد 3 سنين هذه كنت كنعاني هذا المشكل هذا. من بعد نفاسي الاخر دخلت في حاله ديال كابه وما بقيتش مازال حملت ندير والو في داري، ما بقيتش حملت راسي، كنوقف قدام المرايه ما بقاش عاجبني راسي، لان تزاديت في الوزن. من بعد ما انني كنت كنبان لي راسي رشيقه وحيويه صافي دخلت واحد الحاله ديال الكابه، صافي ما بقيتش حملت ندير والو، لدرجه ان راجع مع ولادي ما بقيتش قدرت ندير والو صافي. صافي وصلت واحد النقطه اللي صافي ما كنوض مع داك الصباح انا غندير نفس الشيء هذا، يعني صافي الملل بمعنى الكلمه. صافي المهم الزوج ديالي راح لاحظ هذا المشكل هذا، المهم صافي ولا كيشوفني صافي تقريبا شبه مدمره. المهم قال لي لا ما غاديش تبقي هكذا، المهم ضروري خاصك تشوفي شنو غادي دير لراسك. صافي نط واحد الصباح صافي مقرره قلت ستوب، صافي انا هذه الحاله هذه ما فيش مازال بغيتها، ضروري خاصني نشوف شنو غادي ندير. المهم واحد الجاره ديالتي تاهي الله يجازيها بخير من هذا المنبر كنسلم عليها اللي سميتها الاخت حجيبه تاهي، هي كان عندها تقريبا بحال هكا، قالت لي شفتي شنو غادي نديرو، حنا غير الدار هكا، المهم نمشيو نقلبوا شي حاجه. كانت خارجه هكا بانت لها واحد الجمعيه، المهم كيديروا فيها خياطه، كيديروا فيها بزاف ديال الانشطه اخرين. قلت لها حنا ندخلوا غير نشوفوا ونضيع الوقت، قلت لها يلاه زيدي. المهم مشينا فعلا تسجلنا تمايا، صافي الزوج ديالي توا سجلني، المهم درنا الخياطه، المهم الحمد لله. المهم بحكم انني كنت ديجا خدامه وجلست في داري، يعني راك كتكون شويه صعيبه ان الانسان يكون خدام وعنده انشطه ويجلس في الدار، كتجي شويه قاسحه. المهم الحمد لله دغيا دغيا الحمد لله انسجمت مع ذاك الوضع خلال 4 شهور الحمد لله، تعلمت بزاف ديال قطعت مشوار كبير. المهم بعد سميتو بديت كنحس براسي صافي الحمد لله، بديت كان نستافد. نهار الاخر المهم واحد المده اخرى بان لي راجلي، بانت لي واحد القاعه، ممكن حدانا واحد القاعه المغطاه هنايا في الحي فين كنسكنوا، قال لي راه كيديروا تما عيالات الرياضه، الا بديت زعما تخلصي شويه من هذا الوزن اللي انت مقلقك. صافي فعلا قلت لي واخا كنت كنتعكس هو سجاني. المهم صافي واحد الصباح قال لي نوضي يلا يا غادي تمشي، صافي جرني من يدي الثاني. المهم فعلا تسجلت ذاك الصباح صافي، دابا الحمد لله تصوري كانت عندي 106 في الصمتة. الحمد لله دابا حتى 87 في الصمتة، يعني الحمد لله خلال عام تقريبا ونص هكاك الحمد لله قدرت نتخلص من 11 كيلو ديال الوزن. برافو عليك. قلت صافي انا غنلقى نكون انانيه ونلقى الحل لراسي، خصني نعيش لراسي حتى انايا، خاصني نعطي حتى انا لوقتي، ماشي انا نبقى نقول للدراري هكا وكا وكا، يعني ما بقيتش مازال صافي. النهار ديالي كنحددهم راسي الاربعه اليوم نيت الاربعه في الصباح، الجمعه في الصباح كنمشي للرياضه. ديك في ديك الجمعيات تلاقيت على انهم كاين عندهم انشطه اخرين، وانا نقترح على السيده اللي هي رئيسه تاع الجمعيه، قلت لها انايا الحمد لله عندي مع الكوزينه، عندي مع الطبخ، عندي مع لي بلاكاسترو، عندي مع بزاف ديال الحوايج، انا غادي نبدا نجي نعطيكم واحد، شوفي العيالات اللي كيهتموا بهذا الامر ونعطيهم حصه في الجمعيه، نبدا ندير لهم ديال هذا ديال الطب مجانا. غنحس انني حتى انا راني كنعطي شي حاجه. فعلا داك الشيء اتفقنا، قالت لك هكا المهم صافي. حمست بزاف ديال تصوري، جريت معايا تقريبا دابا شي 10 ديال جاراتي كلهم ديناهم للقاعه كيطريدوا حتى همايا. برافو عليك. عندهم سكر، كنقول غير حاولوا غير بدور الوعر غير البديه في الاول. الحمد لله دابا صافي الجمعه مع الصباح من 8 ل 10 ديالي، من اليوم بالاربعاء من 8 ل 10 ديالي كنمشي كنطريد فيه، كنجي عندي حصه في العشيه، نهار الجمعه في العشيه كندير لهم الطبخ الحمد لله الاخوات وسميتو، عندي الحمد لله مع التجميل لان عندي ان ديبلوم ديال ليستيتيك وديال سميتو. علاش انا غادي نبقى جالسه غير في الدار تويدا، وكنعطيو حصه ديال الخياطه مع الكلاينت. لا خديجه هاد الشهاده اللي كتقاسمي معنا اليوم رائعه جدا، يعني حنايا بدايه انا بغيت نصفقوا لك في الحقيقه ونقول لك برافو. بارك الله فيك، شكرا. لانها شهادة إيجابية ومتأكدة أنه غيكون عنده واحد الواقع زوين بزاف على المستمعات. كنقول الأخوات راه الحمد لله المغرب ولاو في جمعيات كثار، خاصهم غير هما يقلبوا. واخا دابا حنايا أنا شوف القوقعة اللي عايشين فيها. أنا بغيت نسولك، هذه شحال من سنة وأنت مزوجة؟
24 سنة. اليوم شنو الإحساس ديالك من بعد ما نظمتي الوقت ديالك وليتي انتي كتجبري راسك تخرجي ديك الوقت ديك الساعة ولا جوج؟ كيفاش وليتي اليوم؟ كيفاش كتحسي اليوم مع راسك وكيفاش كتلقاي راسك أيضا في علاقاتك مع راجلك مع وليداتك؟ الحمد لله والله إلا الحمد لله. المهم وليت كنحس الحمد لله أنني تولاجيت، ما بقيتش هكاك مضيومة. ما بقيتش مشنجة بحكم أنني كنسكن في مدينة ما فيها عائلتي، ما عندي حتى شي حد يعني فين غادي تمشي سميتو لخطا عائلة الزوج ديالي. ولكن الحمد لله دابا بديت كنحس براسي أنني مرتاحة، أنني أوتيل، كندير شي حاجة اللي هي كتفيد الناس، كتنفعي الناس، الفرحة في عيني دوك العيالات كتحسني أنايا أنني نشيط، أنهم استافدوا، أنهم جاو قالوا يلاه وليداتك شكرا داك الماسك جا معنا ولا لا غوسيت صدقات. يعني كتحسي براسك أنك أنت بعدا على الأقل عندك واحد الدورة. وليداتك اليوم شنو تيقولوا لك؟ الحمد لله كنت معصبة معهم بعض المرات والمونتاج وتقول ماما ولات رشيقة ماما كالمو. الحمد لله أنا وليت أيوة هادي لاحظوا كيقول لكم ماما ما بقتش مازال هكا. نعم أنا مرة أخرى كنبغي نشكرك على خديجة على الاتصال والمشاركة ديالك، وهذه الشهادة كتبين فعلا الكثير من السيدات على أنه ممكن، غير خاص السيدات تاخذ القرار. ياك دكتورة في الدوام يعني تبارك الله على لاله خديجة وعلى الشهادة ديالها، هي خدات كنحيي راجلها. هنا غادي ناكد على النقطه اللي كنت غنرجع لها، لان تبارك الله عليها وتبارك الله عليه اللي هو كيشجعها من الاول. يعني هو اللي شجعها انها تخرج من الحاله، اولا يعني خلاها توعب الحاله ديالتها، وراه هذا هو حسن الرفقه. يعني ان ملي كيكون رفيق الحقيقي ديالك في الحياه اللي كيعاونك انك تحسني من الحياه ديالك. ولكن ما غاديش نتسناو كاملين ان الرجال يكونوا كيشجعوا، باش نكونوا واضحين. كان كيشجع مرحبا، بحال اللي كنقول خضره فوق طعام. ما كانش كيشجع تشجيعك لذاتك باش انك تنوضي وتحركي. ومني كنقول تنوضي وتحركي كاين نساء لا تقول لك لا ولكن انا راني ما عنديش حتى هذاك، لا راه كاين جمعيات اللي فريمون بواحد القياس اللي هو سامبوليك رمزي، يعني حتى من رمزي كتقدري تدخلي وكتقدري تعلمي شي حوايج. كاين اللي كتقول لك لا والوليدات باقيين صغار، نقدروا بيناتنا يعني الجارات، وحده تكلف مثلا بالوليدات اليوم، الاخرى تكلف بالوليدات غدا، والاخرين يقدروا يديروا واحد النشاط. كاين ملي الوليدات كيدخلوا للمدرسه كيوليو وقت اكثر، ولكن كيولي داك الوقت اللي كيخليو لنا الدراري اش كنديروا فيه؟ بزاف ديال النساء كتقول لك وانا غير العيا، انا بغيت غير نتكى، انا بغيت غير نعس. مهم الواحد يرتاح، ولكن الراحه الدائمه ديك النعاس كل نهار بعض المرات غير مضر. كاين اللي كتعوضوا بالشغل، يعني كيمشيو الوليدات للمدرسه كتقول لك وصافي دابا سالا ليا الوقت للشغل. اذا هنا كان زعما هادشي اللي قالت لنا خديجه كله في الصميم، هو ان اول حاجه نوعاب اللي راني محتاجة أنني نأخذ وقت لنفسي. هذاك الوقت اللي غنأخذه لنفسي نعمره بالحوايج اللي كتفرحني واللي كيميل لها خاطري، ونبقى كنستمر في هذيك الحاجة اللي كتفرحني وكتعطيني طاقة. لأن مني هانتي شنو اللي قالت لنا في الآخر واللي زوين، هو أنها حسات براسها مرتاحة، حسات براسها نافعة، وهذيك الراحة والنفع ما نفعتهاش غير هي بوحدها، ولكن نفعت حتى العائلة ديالها. يعني ولات هي حسن مع عائلتها، واخا نقصت الوقت اللي كتدوزوا معاهم ولا على ودهم، ولا بحال الجوده زادت. دونك راه ملي كتهلاي في راسك هلأ كتولي كتقدري تهلاي في الاخرين بطريقه افضل. تهلا في راسك خديجه، وتحيه كبيره ليك ولكل من كيتابعنا بمراكش على الموجه ديال راديو اسواس بمراكش 100.4. حنايا الان غادي ناخذوا اسماء من فاس، اسماء وحنا دائما مباشره معكم على اذاعه اسواس في برنامجكم حديث ومغزل مع حسن زعيم 12. مازال عندكم فرصه انتم تشاركوا معنا 0522 77 24 24. اسماء 8 سنين هذه وانت مزوجه، والظاهر انه ما كتلقايش الوقت تحكي في راسك. صباح النور، مرحبا بك. صباح الخير اختي رنا، انا فرحانه بزاف في ديال خاطر الصغار. والله يكبر بك، انا سعيده بسمع صوتك. شكرا، وكنسلم بزاف على الدك زعيم اللي معاك. مرحبا، كنستافدوا منها بزاف. الله يبارك فيك. انا بغيت نطلب منك الا كنتي دايره الكيت اسماء الكيت تهضري معنا بالتليفون. الله يخليك. واخا ماشي بالكيت. انا بغيت نقول لك انا هادي 8 سنين عندي ديال الزواج وعندي وليدات، واحد كيقرا واحد باقي معايا، والصراحه ما كنلقاش الوقت كاع لراسي. كنبقى صباحي ندي الدري للمدرسه، نسخر الشغل ديال الدار راك عارفه، الطياب السياق هادي وحده تشدك من هنا وحده تلقاك من هنا عاوتاني نمشي تجيبو. صراحه ما القاش الوقت كاع لراسي، والترابي عندي صغيره
وصراحه شويه متوتره قلت لك عاوتاني واخا بغيتك تقول لي اسماء اليوم كي كتحسي كي كتشعري بنفسك شنو الحاله ديالك اليوم؟ صراحه باتي خطره كنوض الصباح ما وقع والو يعني الامور عاديه ونوض معصبه ما عندي خطر لا للدراري لا للراجل معصبه ما عرفت انا براسي انقول علاش انا معصبه ما هادشي هو اللي يوقع لي تقريبا دائما بعد مره نحس براسي مخنوقه حيت ما القاش كاع الوقت مع ساكنه في مدينه ما فيهاش عائلتي ولا عائلة ديالي نعم وبعد شي خطره نقول ما كنحسش براسي بانا كاينه بحال انا كاينه غير من اجل الدراري والزوج ديالي بحال انا ما كايناش الوجود ديالي زوين هذا الشيء اللي كتقولي لنا جميل هذا الشيء اللي كتقولي لنا دكتوره فدوى السعداني اسماء كتحكي على احساس انه هي راسها نفسها ما بقاتش كاينه يعني دابت مع وليداتها في الامومه ودابت مع راجلها في الزواج وفين هو راسها فين هو راسك اسماء غير دابا حاليا افكر نكون خصني ندير شي حاجه على الاقل نحس براسي انا ندير شي حاجه يعني دابا الوليدات دكتوره فدوى الوليدات انقذ الزوج ديالي ولكن ما كافيش نحس بشي حاجه خصني ندير انا يعني شي حاجه لراسي بغيت ندير شي حاجه نحس بلي انا كاينه موجوده انا كاينه الوغ دابا اسماء قلتي لي الوليدات بجوج دخلوا للمدرسه لا واحد مازال معها واحد باقي معاك في الدار شحال في عمره دابا كاين معايا وواحد في المدرسه شحال في عمره صغير صغير عنده عام ونص وكبير عنده 5 سنين وكنحس براسي صراحة خصك يجي تقابلو في العشية ما عندنا ما فاش كنتجمعو في العشية ما كانش عندي الخاطر يعني تلقاني معصبة ولدي قرب عليا متعصب عليها كل صافي غير كيرجع الحاج قدامي يعني الوقت ما يعني انك وليتي معصبة دكتورة فدوى وليتي كتحسي براسك ما كايناش وليتي صافي دابا وصل بك الوقت انك تفكري بالضرورة خاصك ديري شي حاجة لنفسك الوغ شوفي اسماء السيدات اللي بحال اسماء في هذه الحاله يعني وصلوا لهذا الاحساس وكيقولوا خصني نلقى الوقت ندير راسي شي حاجه لان شغل راسي انا بشي حاجه اللي كيوقع هو ان الضغوطات ديال الحياه هي اللي كتخلينا كنوصل داك التوتر لان ما كيبقاش عندنا كيولي توتر مستمر دونك كيولي الواحد كيغضب على اي حاجه كيتقلق اكثر من القياس الوليد ما دار شي حاجه كبيره ولكن كتكون ردة الفعل كبيره بزاف دونك كيولي صافي كيبان باللي راه الخطوه اللي مور هذه كتقدر تكون هي النهي كتقدر تكون هي الاكتئاب داكشي علاش مهم بزاف انك تاخذي اسماء الوقت لنفسك تاخذي الوقت لنفسك انا عرفت باللي ماشي ساهل ملي كيكون عندنا وليد صغير داكشي علاش انا كنسولك شحال عنده عام ونص بزاف ديال المرات كنلقاو راسنا الوليد اذا ما عنديش لما نخليه ما عنديش كيفاش مره نخليه ربما ممكن تخليه للزوج ديالك مره في شحال باش تقدري ديري شي حاجه لراسك ربما تقدري تديه معاك بعض المرات كيقدر يكون بعض البلايص اللي كيكون فيها انشطه الوليدات الصغار حاولي تلقاي لنفسك شي حاجه يعني في الحي ديالك شوفي شنو هو النادي اللي قريب ليكم نادي النسوي اللي قريب ليكم شوفي شنو هي الحوايج اللي تقدر تفرحك شنو اللي ممكن انت يعجبك وماشي بالضروره خارج البيت لان ملي كيكون عندنا تربيه صغيره كنكونوا بعض المرات مسجونين شي شويه في البيت دونك يقدر بزاف د الحوايج نقدروا نديروها اترافير الانترنت انا كنقول راه ولات العالم على بعد كليك ولات المعرفه على بعد كليك ولات اي حاجه بغيتي تعلمي على بعد كليك اذا الواحد ماشي بالضروره خاصه في هذيك المده اللي عندنا اطفال صغار نسولوا اسماء شنو الحاجه هي اللي ربما كتميل لها اسماء نبغيو نعرفوا شنو الحاجه اللي كتميلي لها او اللي كنتي كديريها مثلا قبل ما تزوجي ما بقيتيش كديريها اليوم والصراحة قبل ما نتزوج كنت أنقرا وعادي يعني في حي شعبي كنت حركية بزاف كنت نشيطة كنت كنضحك بزاف ديك الشيء ما بقاش يعني انا بحال تغيرت 100% ما نقولش 50% ولا شي حاجه يعني انا تبدلت ديك الضحك بزاف ما بقاش هذيك الحركيه وديك الحيويه والنشاط ما بقاش يعني انا حس براسي انا ما بقيتش هي انا اللي كنت الوغ انا كنعاود نقول لك استرجعي نفسك اسماء عاودي تفكري راسك ماشي بالضروره بحوايج كيف ما كنقول ما هي بحاجه صعيبه ما هي بحاجه غاليه ما هي بحاجه بعيده انت في الدار انا متاكده بحال اي دار في المغرب عندك كونيكسيون ما كاينش شي واحد دابا ما بقاتش عنده كونيكسيون في التليفون او لا في بي سي او لا في هذا علاش انا كنقول لك هذه لان الا انت عزيزه عليك القرايه كاين واحد الارويقه ديال القرايه رائعه في
الانترنت اللي فيها دي ستاج، فيها يعني كتقدري تبعي بروغرام على قدو مجاني. غادي نقول واحد لو سيت ماتوش عندي الحق اولا، هو كنظن بلي هو معروف سميتو رواق، اللي فيه بزاف ديال التكوينات في الانجليزيه في الفرنسيه في التدبير الاقتصادي في تدبير المنزل في واحد العدد ديال الامور، وكتكون دورات تكوينيه بدروس وكل شيء. اذا كنتي مثلا ميله للقرايه، لقيت اللي الوليد ناعس كيدير لا سيست ديالو مثلا هكذا في العشيه ديك السويعه، نقدر انا نمشي ونتكونيكتا وربما نتبع واحد الدوره تكوينيه، نقدر ندير حوايج اخرى اللي كنميل. مثلا انت كتقولي ناشطه وضحكيه وهذا، نتفرج في حوايج اللي كتفرحني، يكون عندي واحد الجروب واتساب اللي نقدر نهضر فيه مع صديقات، نتشاركوا فيه حوايج زوينه، نضحكوا مع بعضياتنا، ماشي بالضروره غير الى ما كان عندي وقت طويل ولا ما كنت كنخرج. انا كنقول اي مره اي مره راه ممكن الهوايه ديالك ديريها في دارك الى ما كانش ممكن ديريها برا، راه ممكن ديريها في نادي نسوي او في نادي قريب ليك الى ماشي يعني لقاي الحلول لا، وغادي تلقاي لراسك داك الوقت اللي كيفرحك واللي غادي يرجعك تعاودي تحسي بالكيان ديالك وباللي راكي انسانه وباللي راكي حاضره لنفسك وباللي سعيده مع نفسك. تهلا فراسك اسماء، اتفقنا دابا مع اخت سناء الزعيم والشيفات اللي اجيبهم. نعم صراحه لقيت راسي شويه في الصف ورجعت ندخل يوتيوب ندخل الفيسبوك مع سناء الزعيم. برافو عليك، مرحبا. صراحه تعلمت بزاف د الحوايج وانا اشكرك بزاف بزاف والله العظيم. وباش نطيب شي حاجه ونطيبها ونعطيها لوليداتي ونشوفهم فرحانين او واحد من العائله او اي حد شي حاجه طيبه انا وعجبته وشوفوا ضحك، عرفت ما خلوش الفرحه ديالي انا هو شفتيها هي الفرحه حاليا نبدات القى المتعديه اللي في الطبخ وفي الكوزينه وما تصورش، وهذا الشيء بالفضل ديالكم انتوما وغادي اطوات سناء الزعيم. اشكرك بزاف بزاف بزاف، والشكر موصول لكم اسماء. هذه الشهاده كنفتخر بها وكنعتز بها، وكيف كنقول كل يوم ونهار على نهار وسيمانه على سيمانه، يعني انا فعلا كنتمنى على انه من خلال البرنامج كنوصلوا لكم واحد الفرحه واحد السعاده واحد انه الانسان كيطور نفسه، لانه حنا محتاجين نحسوا كنطوروا نفوسنا. فتهلا بزاف راسك اسماء ومرحبا بك في كل وقت على اثير اذاعه اصوات، وانت سفيره من سفيرات حديث ومغزل، كنعول عليك بزاف وتحياتي واحترامي وتقديري لك اسماء. احنا الان غادي ناخذوا ناديه معنا من الدار البيضاء اللي الظاهر انه تهي كتقلب على نفسها الان، متزوجه ومطلقه وام الان تريبلي، يعني تبارك الله هادو ماشي تويمين، هادو ثلاثه د الوليدات وهذه هبه ربانيه. صباح النور ناديه، مرحبا بك معنا في حديث ومغزل. كنتمنى لك بعدا سنة سعيدة أولا. ميرسي، الله يبارك فيك، شكرا لك تانتي وكل ما كتمني إن شاء الله نادية. بارك الله فيك، أنا كنت جاية خارجة عندي شي حاجة ما نقضيها وغادي نرجع للخدمة، وجيتوني أفوز أبلي لأن هذا الموضوع يهمني كثير، لأنني أنا هذه مدة سنة ونصف وأنا مطلقة وتنعيش واحد لو ريتم دو في، يمكن أنا تهضر معاك جيري لاغ مون فيو واحد لو ريتم دو في. معليش لا. لأن لقيت راسي أنا مكلفة ثلاثة البنيتات تبارك الله. نعم ودابا فوق راسي أنا شنو تندير، فنشتغل فنخدم فولونتي ألي شارجي لي زونفون لو بريباري ا مونجي سي تو سي سكو جو في دون ما في. نعم خرجت ما تندير حتى شي حاجة أوكين أكتيفيتي، دونك هادشي تيغلب عليا وكنت راسي انني جوني اوكي ما حتى داك الكيان ديالي مشى لي، حس براسي انني مرا ما بقيتش مرا. نعم واخا نادية، اول شيء غنبداو به معاك هو بغينا نعرفوا شنو هو السن ديال البنيات. واخا واخا، يعني دابا انت الامومه تبارك الله يعني مع ام بي بي وراه شحال من مره كتغلب الحراك مع ان تريبلي، الله يحسن العوان، ماشي سهله. ولكن في نفس الوقت انا غنقول لك قبل ما نخلي دكتوره في دواء طبعا تعطيك نصائح، نبغي نقول لك انه خذو كوم ان كادو دو سيال، خذو كوم هبه ربانيه في الحقيقه. ان تريبلي سي كلكو شوز دو مانيفيك، اكيد هي بوحدها كحدث يعني راه فيه غيكون واحد الارهاق نفسي وجسدي
كبير جدا. نضيفوا عليه المرحله اللي دابا تتعاودي لينا هذه سنه ونصف انه تجربه الطلاق، وفي هذه الفتره ديال انت مازال يعني بلي بيبي وهذا راه ماشي سهل. هذا الشيء راه طبيعي انه يكون عندك هذا الاحساس بالارهاق وبالتعب. انا كنشكرك على الاتصال ديالك وكنتمنى انه اليوم نعطيوك واحد لو ريكونفور، يعني نلقاو معك بعض الامور بسيطه اللي غادي تساعدك في بدايه السنه ناديه. هذا الاحساس انه فينا هو راسها، وانا فهمت انه من ناديه كتقول لنا حتى الانوثه ديالها ربما كتحس بها ضاعت. ياك ناديه كتقول عندك احساس انه الانوثه حتى هي كتضيع. هذا هو السنتيمون اللي عندي، هذا هو السنتيمون اللي عندي اليوم. انني كنت واحد المراه كنت زعما كنهتم براسي بزاف، حتى كان عندي بيبي في الاول لانه كانت العائله كتعاونني، ولكن دابا ملي استقلت براسي وخديت القرار كان صعيب، ولكن كان خصني ناخذو. نعم كان خصني ناخذو حتى انني داك بغيت ندير الناس، يمكن داك انا ايرون وومن، داك المراه الحديديه. من حقك القرارات احنا مجبرين ناخذوها. دكتورة فدوى، واش اول حاجه غنقولوا لناديه انه مرحله عابره، اول حاجه هذيك السنوات الاولى ديال اول حاجه ناديه بغيت نقول لك برافو عليك ياك، وديري قدام عينيك باللي لا بارتي ديفيسيل اللي بيانتو تيرميني ان شاء الله. الطرف الصعيب يعني ديال لان ابارتيغ دو 3 ans et demi راه كتعرفي او موان كيوليو يعرفوا شويه الخطر، كيوليو لي زونفور يقدر يكون عندهم اون اكتيفيتي اللي ماشي بالضروره كل شيء خصك تبقاي حاضيه ا لونغور دو طون. دونك ان شاء الله باذن الله الامور غادي تنقص، ماشي المسؤوليات كتنقص ولكن كتغير، دونك الوقع ديالها غادي يكون مختلف. حاجه اخرى ناديه، انا كنشوف باللي كتشوفي انت لا سيتوياسيون ديالك بلو كوتي نيجاتيف، وانا ما كرهتش تشوفيها بواحد الجانب ايجابي. عرفتي علاش؟ لان شفتي هذا الوقت اللي كدوزيه مع البنيتات ديالك، يمكن واحد الوقت اخر كل وحده فيهم غدير حياتها وغيولي غير تعاويد، غيولي غير هضره، غتولي كتشتاق. واحد النهار كانت عندهم 3 ans et demi وكنت كندخل للدار كيكونوا بناتي مجموعين عليا، انا ما كرهتش شفتي تلقاي انوثتك في امومتك، لان هي اللي حاضره دابا. واخا غادي تبغي ديري حوايج اخرين غادي ديما تكون او دي بون دو، يعني غادي ديري مثلا غتخرجي لراسك وقيت ضروري ان شاء الله غتبداي تقدري تخرجي لراسك وقيت، غير داك الوقيت غيكون ديما قليل بالنسبه للوقت اللي كدوزي مع ثلاثه البنيات تبارك الله. داكشي علاش لقاي انوثتك في امومتك، وكنعاود لك هذه الجمله، يعني لقاي لي مومون دو بونور وديبانويسمون وديال اللي ترتاحي فيهم مع بناتك، ما يكونش فيه غير الوقت ديال غير كنربي كنهي كنمنع كنغسل كننقي كندير. حاولي تلقاي الوقت اللي كنلعب فيه مع الوليدات. كثير من السيدات كيحكيو وكيوصفوا الحاله ديال الامومه في ديك السنوات الصغرى ديال عمر الطفل على انه الانوثه لا فيمينيتي كتنقص. علاش؟ لانه كيولي عندنا التصور انه خاصه المراه الا كانت كترضع انه ما كتبقاش كيان، ما كتبقاش انثى، يعني كتولي راه كنشبهوها كاع بواحد الصوره ما غنقدرش انا نقولها ربما دابا في الاذاعه. انا اذا شنو نصيحتك؟ انا نقول لك لناديه اللي كيبغي يتهلا في راسو كيتهلا في راسو بالقليل وبالوقت القليل، يعني راه قبل ما غتخرجي من الدار وباش تكوني غادي للخدمه ديالك كوني راضيه على الصوره ديالك، خدي لراسك خمسة دقائق فيقيها قبل، واخا تنقص من النعاس ماشي مشكل، واحد قسمين واحد ربع ساعه باش تحسي بالانوثه ديالك وانت خارجه من دارك وبلي راك متمكنه من نفسك ومن شكلك كيف ما انت كيرضيك. هذه النقطه الاولى. بين 12 وجوج الا كنتي ما كتغديش مع الوليدات ولا كانت عندك فرصه انك تغدي حاولي تهلاي في راسك في ديك اللحظه، ربما شي صديقه ما شفتيهاش تقدري تقول لها واش تغدي معايا، واش ناخذ واحد القهوه واخا غير ربع ساعه. عطي لراسك فرص انك تحسي براسك وبحياتك في خلال اليوم قبل ما تعاودي تلاقي مع البنيتات. واش لو بيانيتر مهم في الحاله ديال ناديه؟ لانه عندها واحد لا شارج، يعني عندها واحد المسؤوليه اللي كتطلب واحد شنو نقول قوه جسديه. واش نصحوها تمشي تدير الرياضه؟ واش تمشي لهذا الاتجاه هذا اللي غيساعدها؟ واش عندها الوقت؟ انا ما نادي عندك الوقت؟ ما نظنش نادي انا مبدئيا بالرياضه ولكن ما عنديش اي الوقت، لان حتى عندي جو غارد لي زونفون لا جورني. الوغ ديمونس سي بوغ عاوتاني فيغ لي كورس جوستومون. شفتي دابا ناديه دابا ديمونش اللي كديري فيه لي كورس النهار كله ما دوزيش في لي كورس، يمكن لو ديمونش كيكونوا مع الاب ديالهم.
البنيوتات فوالا دونك عندك اون جورني ديالتك في لا سيمين. انا النصيحه اللي نعطيك احنا لقينا فوالا شفتي هذاك النهار ديالك داك النهار ديالك ديري فيه لي شوز اللي كيعجبوك، سيري فيه الحمام الا كتبغي، سيري فيه ربما الكوافور، ديري الامور اللي كتعجبك وديري واحد ساعتين او ثلاثه سوايع ديال لي كورس. مي حرام تضيعي النهار كامل في لي كورس، حتى لي كورس بيناتنا تقدري تعيطي على اون امي اللي حتى هي كدير لي كورس هذا، وانا انا وياها وحنا راه كنصدق كتولي نزاهه وكتولي كورس وكتولي حوايج اخرين حديتو مغزل. دونك غير ناديه تفكري راسك فوسط من هادشي، وسورتو سورتو انا بغيت ما تحسيش باللي راه لي مومون ديالك مع بناتك سونسون كون كورفي، بالعكس باللي راه وقتك معاهم هذاك هو الوقت اللي غادي يعطي لك ديك الراحه النفسيه. داك الوقيت شفتي ديال تقدري تكوني جالسه انت يمكن ربما راك كونيكتي، يمكن راك ديري شي حاجه في البيسي ديالك ولكن هما دايرين بك، لعبي معاهم، ديري معاهم دي بتيت شوز اللي انت يفرحوك. انا متاكده سافا دوني ان بيانيتر كي اكستراوردينير. التعب كيخلي بزاف الامهات كينفروا من هذا الشيء لانه كتقول هي متعوبه ما بقاش عندها الخاطر دير، ولكن راه هذه اللحظه اللعب اللي كتهضري عليها دكتوره فدوى راه كتفاجئ سي اون سوربريز. غير جربي يا ناديه غادي تلقايها فعلا انت براسك ترجعي بحال شي دريه صغيره غتلعبي مع بنياتك. هذوك الوقات هما اللي كيجيبوا الخاطر. انا كنقول ما خصنيش يكون عندي الخاطر باش ندير هذا الشيء، خصني ندير هذا الشيء هو اللي غيجيب لي الخاطر دون لو بليزير. فوالا لعبي مع البنيتات، دوزي معاهم دي مومون دو بليزير، لقاي وقيت لنفسك داك نهار الحد نظميه لراسك، قديه لوقتك، ديري فيه حويجات ليك بيان سور غديري لي كورس، مي ديري اوسي دوطغ شوز اللي كنتي سا بو ايتغ اون مارش نهار الحد في الصباح تمشاي تجلسي مع اون امي تاخدي قهوه في شي بليصه ومن بعد تبداي لي كورس ديالك. والنهار راه طويل الحمد لله، الواحد سورتو الا كيفيق بكري راه النهار طويل. دونك انا متاكده غتقدري تلقاي لراسك هذا الوقت، وكيف ما قلنا ما تنسيش انوثتك وعيشيها حتى في الامومه ديالك، و سي اون بيريود و ال فا باسي والله يقدرك، الله يعاونك والله يقدرك. اتفقنا ناديه؟ انا كيف ما قلت لك استاذه انا جو سيرش اون ثيرابي، بغيت باش على الاقل بوك جو ريلاكس. انا هادشي اللي قلتي انا واعيه به، لانه هذاك هاد البنيتات نعمه من عند الله سبحانه وتعالى وكادو ديال السيل. هادشي باش كنقول انا ربي اختارني بدون الناس، ما عطاهمش واحد اخر، عطاهم لي انا، هذا امتحان من عند الله. باش كان ابيزي هذاك الشيء اللي عندي، لان عندي واحد لاشارج صعيبه بيان سور ريسبونسابيلتي، لان راجل ما يمكنش يخدع، راجل ما يمكنش اليوم يتقبل بزاف البنات. مي سي كلير اكيد اكيد. انا 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 في واحد المدينه اللي بعيده على عائلتي، يعني في القراتي بوحدي معايا سبحانه وتعالى. شوف تبارك الله عليكم، حنا معاك حتى حنا دابا بقلوبنا معاك. وشوف الا انت محتاجه لاون ثيرابي، كتشوفي راسك محتاجه لاون ثيرابي بوتيتغ باش تولي تعرفي تعيشي لو مومون بريزون. انا كمان غادي ننصحك بواحد الحاجه، قلبي على واحد لي كونفيرونس كيكونوا في انترنت على لا بلين كونسيونس اللي كيخليونا نعيشوا اللحظه بالمتعه، ما يخليوناش نبقاو نعيشوا اللحظه ديما غير بالوبليكاسيون بالتعب بالقلق بالتوتر وبالسلبي. دونك انا كنصحك انت عقلي على هذه الكلمه لا بلين كونسيونس، ودخلي الانترنت وغادي تلقاي كيصيفط ميم كاين واحد لو بروغرام كي غراتوي اللي كيصيفطوا لك بار ميل كتبعوا كي فا بيرميتغ باش تولي تعرفي تعيشي اللحظه. والا ما كفاش هكذا وحتاجيتي انك تكوني كوتشي او انك تكوني سويفي باغ ان ثيرابوت، راه داك الساعه ممكن انك تلجئي لان ثيرابوت. مي كيبقى انك كيف ما قلت لك المهم انت واعيه باللي راكي عندك حوايج زوينه الحمد لله في الحياه، وراه هذه الفتره الصعيبه راها غادي تدوز، راه كوني متأكدة واحد الوقت غتولي معاودة، غتولي شي حاجة كتحكيها للناس. الصبر غيغلب كل شيء إن شاء الله. أنا غير كنقول ماشي الصبر ديال الدبر، لا الصبر ماشي ديال الدبر، يعني الصبر اللي كنحاول نحسن فيه الأمور باش نعيشها بطريقة زوينة، وإن شاء الله سي سيغ كو غادي توصلي للنتيجة مزيانة. دونك أنا كنصحك بأون ثيرابي اللي تعرفك بالمومون بريزون بلي سي إي مانتونون، يعني أنك تعيش اللحظة بالجوارح ديالك وتعيشها بطريقة إيجابية. ناديا أنا سعيدة بسماع صوتك، وانا متاكده على انه انت عندك القوه والقدره على تخطي كل هذا الشيء، وعلى انه تخرجي كل ما هو ايجابي في حياتك. الله يعاونك، احنا بقلوبنا معك وحنا معك بجنبك، اي حاجه خصاتك عاودي اتصلي بينا. كنحييك ناديه والله يعاونك على بنياتك. شكرا لك دكتوره فدوى السعداني، شكرا لكم.